يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بما يقول يشكل علي قاعدة وهي الحجة بما رواه الصحابي لا بما رآه، وهي أن الصحابي أعلم وهي أن الصحابي أعلم بروايته من غيره. هذا قالوه لكن ما هو صحيح، ما هو بلازم أن يصير أعلم من غيره، قد يكون يروي حديثا ويفهم منه شيء ويفهم غيره منه فهما أصح من فهمه. نعم، فوق كل ذي علم عليم. نعم.